السكنة فيها انه الميزات الدفا بالشتاء لازم تفوت هاي جوا نظام مقبع، يجي الجدار عرضه ما يجي ما عاد 40 سنتي، فنسبة الدفا كويسة في دفا. وبالصيف ذات الوقت برودة. طبعا هاي اول شيء ضلينا 15 يوم تنظيف، يعني كانت منطقة همها الوسخ والى اخره، تنظيف وتراب والوسخ كله عزلناه وطلعناه لبرا، وصرنا نجيب بحص وشمنت ونصب الارضيات. القبة من فوق نظامها ما انه سقف، فالشمنتو ما يمشي حاله، رحنا صرنا نجيب الطين مع تبن وصرنا نرمم من الداخل من السقف ونظبطهم، اول قبة والثانية. اخذت معنا والله الشغلة تقريبا 20 يوم، طبعا نحن شيء 6 7 نشتغل وجهزنا. هاي كانت تشوها تقريبا من هاي من هذا من هون، فالطين والحجر صرنا نحط حجر وطين. تقدم نظام تجاه مناطقنا، لجأنا باتجاه ادلب، انا احد العائلات اللي سكنت بضيعه قريه بحوري هاي اللي حاليا انا بيها، وكانت القريه كل عيله ساكنه بقبه. العيله كانت القريه كانت 4 5 عيلات وتوسعت وتركوها تهجرت وتهشمت، ففكرت اني استثمرها وارممها. يعني في حلاوته انه العوائل انا وبيت اخوي وامي كنا سوا. والنقطه الثانيه تجي لان عندنا بالشتاء لازم تفوت هاي جوا نظام القبة، يجي الجدار عرضه ما يجي ما عاد 40 سنتي، فنسبه الدفا كويسه في دفا. وبالصيف ذات الوقت بروده، والحمد لله يعني سكنه كويسه. واحنا هنا والله بقريه بحوري صار لي 6 سنين فضل الله، الحمد لله ضيعه اهلها وسكانها وكلهم جماعه متواضعين وكويسين والحمد لله، وكاني بضيعتي. عندك هاي القبة بهاي يعني كل سنه عم نرممها، ولا اشوف هاي الزاويه يعني كمان سنه من المطر، اول مطر اجتنا طوف يعني المي تدفق المي علينا. في صعوبات والله الصعوبات يعني، والعمل يعني العمل نروح نجيب تراب ونروح نجيب تبن ونروح نجيب مي واشتغل وكل يوم نشتغل مرحله شويه، ما بتحسن تقوم عليه مرحله واحده، خاصه الطين بدك تشتغل قسم لا ينشف لا ترجع تكمل المرحله الثانيه.